السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. اليوم جايب لكم افضل 10 عطور حق الصيف ومرتبهم لكم من المركز العاشر الى المركز الاول حسب الاداء والثبات والفوحان. بالمركز العاشر معانا عطر الوسام الابيض من الرصاصي. طبعا العطر هذا بديل ممتاز حق كريد سيلفر ماونتن ووتر اللي هو كريد الابيض، وجدا ثابت وفواح وسعره مناسب. بالمركز التاسع معانا هو اكواديزو ارماني بروفوندو اللي هو الكحلي. طبعا العطر هذا ما انصحك انك تستعمله بالبيت، انا بالبيت ما راح يبين معاك. استعمله بمكان يعني مكان يكون تحت الشمس او كذي، او برا مطالع، عشان ان العطر هذا يتفاعل مع حرارة الشمس او مع حرارة الجو، يبين معاك العطر اكثر. بالمركز الثامن معانا هو من ميزن سير بيرفكت عود. طبعا العطر هذا حق الناس اللي تحب العود البارد، نفس طقة عود وود من توم فورد. العطر هذا هم بعد مناسب حق الصيف والشتاء، لكن انا اشوف انه في ناس تحب رواح العود حتى بالصيف، فاذا انت من عشاق العود حتى بالصيف انصحك تاخذ ميزن سير بيرفكت عود. هم بعد معانا من دولتشي جابانا لايت بلو انتنس. لايت بلو انتنس طبعا فيه من روائح البحر، فاذا انت من عشاق روائح البحر او عشاق روائح الاكواتيك انصحك تجرب لايت بلو انتنس. لا تاخذ اي نسخه ثانيه، فقط اخذ نسخه الانتنس. معنا بعد فيرزاتشي بور اوم. فيرزاتشي بور اوم من اكثر العطور مبيعا حق الصيف عالميا، لان العطر سعره وايد مناسب بنفس الوقت ثابت فواح فريش نظافه كلين. بعد معنا كلاب دينوي انتنس من ارماف حق عشاق افنتوس. العطر هذا نفس ريحه افنتوس القديمه على الجديده، بس انه بنفس الوقت يعني سعره وايد مناسب، ويفرق يعني اكثر من 100 دينار عن كريد افنتوس فرق السعر، وبنفس الوقت ثابت فواح. يعني اشوف انه ما يسوى انك تاخذ افنتوس خلاص، ان النسخ الجديده تغيرت عن قبل، فخلك على كلاب دينوي انتنس. هم بعد معنا عطر واي من ايف سلوران نسخه الاودو برفام. لا تاخذ اي نسخه ثانيه، فقط اخذ نسخه الاودو برفام لانها وايد ثابته وفواحه. معنا بعد توم فورد فابولوس. توم فورد فابولوس اشوف ان ريحه جدا مميزه، والعطر هذا حق الناس اللي تحب تتميز، مناسب الجنسين، ثابت فواح، لكن مشكلته ان سعره غالي. بالمركز الثاني معانا ديور اوم نسخه الاود تواليت. يعني انت لما تقول لي عن الثبات الفواحان، انا اقول لك ديور اوم الاود تواليت هو الاكثر عطور، يعني بالنسبه لي انا من عطور اللي عندي هو الاقوى فيهم بالثبات الفواحان. كل ما احطه انسال عنه، ف ضروري تجرب ديور اوم اودو تواليت نسخة 2020. بالمركز الاول معانا هو عطر نيشانيه هاتشيفات. نيشانيه هاتشيفات من اكثر العطور عندي حبيتها بالصيف، هم بعد استعملتها بالشتاء، يعني ينفع صيف وشتاء، وبنفس الوقت العطر هذا يعني وايد ثابت فواح. ممكن سعره شوي غالي، لكن انا اشوف انه يسوى السعر هذا، لان رشتين ثلاث كافي من العطر. طبعا في ناس تقول انه مشابه حق افنتوس، لكن انا اشوف انه يختلف تماما عن افنتوس. ممكن يتشابه فقط بالنوتات او اول رشه تلاحظ انه فيه ها لمحه من افنتوس، لكن مع الوقت يتغير معاك العطر، تحس فيه ريحه اناناس بودريه نظافه كلين، وبنفس الوقت ينفع رسمي كاجوال. العطر وايد حلو ويسوى انك تجربه، واذا عجبك لازم تشتريه، لانه لا تقول ان سعره غالي. العطر هذا اذا شريته ما راح تتحسب، ان رشتين ثلاث كافي منه. فهو معانا اليوم بالمركز الاول من عطور الصيف نيشانيه هاتشيفات. يعطيكم العافيه، اعطونا رايكم تحت بالكومنت عن افضل عطور الصيف بالنسبه لكم، ومع السلامه.